بأدواته البسيطة جسد الفنان زين الشام منحوتات عبرت عن كافة مفاصل الحياة والوطن والحرب والحب والسلام، حيث استطاع أن يصنع أجمل المنحوتات التي تعبر عن واقعه وأحلامه ورؤيته للعالم بتجسيد فني مبتكر. هذا العمل هو نحت وتشكيل فني من الحجر والصلصال. هذه الأعمال منحوتات هادفة كلها تهدف إلى قضايا المجتمع وإلى صمود الجيش العربي السوري وإلى الشهيد وإلى البطولات التي قامت بها القوات المسلحة، ويتضمن عدة مواضيع كثيرة طالت الأزمة السورية من بدايتها إلى نهايتها هذه الأعمال، والقضايا الدولية والقضايا المجتمعية في العالم. هذه الأعمال مصنوعة قسم من الحجر نحت خالص، وقسم من الصلصال، وقسم من الحجر والصلصال. هي نحت وتشكيل فني لهذه المنحوتات جميعا. يعني المهنة هي مهنة تراثية ميالة للتراث، بتحكي عن القضايا التي تم طرحها في كل المجالات الفنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. استطعنا أن نقوم في أعمال فنية لكل هذه الفعاليات. الرسالة اللي حبينا نوصلها أنه من خلال الفن، أنا رسالتي أنه الموسيقى أقوى من الرصاص والثقافة أقوى من الإرهاب. ويستمر العطاء الإبداعي للفنان السوري لتبدع يداه أجمل اللوحات. للأخبارية السورية محي الدين فهد.